بقول له طب انت عطيت الجرعه دي ازاي؟ قال لي شفت والله قناه على اليوتيوب وواحد بيقول اعطي الجرعه بالطريقه دي، فهو عطى زي ما الراجل قال له فالحمام مات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم، ازيكم وحشين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اخوكم مصطفى. فيديو النهارده ادويه الديدان خاصه البندكس. ليه هنتكلم عن ادويه الديدان خاصه البندكس؟ لان في صديق او واحد من متابعين القناه، هو صديق ليا يعني، كلمني مكالمه قال ان هو عطى بندكس الحمام مات. فطبعا كده من اول على طول انا فهمت ان هو عطى جرعه زياده. طول عمرنا ماشيين على بندكس وناس كتير ماشيه عليه لحد الان، لكن طبعا انا غيرت دلوقتي لنوع تاني احسن منه واحسن كمان من سترات الببرازيل، وعملت فيديو مقارنه لادويه الديدان. هسيب لك دلوقتي، هو كان في كذا جزء للفيديو ده، هسيب لك دلوقتي الرابط بتاعه في صندوق الوصف دلوقتي، او هيظهر دلوقتي في علامه الاي اللي فوق. هما حاجتين اتنين، الناس دايما بتاتي منهم الجرعه زياده وبتضر الحمام، يبقى انت كده بتموت حمامك لو انت عملت بالطريقه اللي صاحبنا عمل الطريقه دي. فواجب عليا ان انا انبهك علشان ما تقعش في نفس الغلطه اللي وقع فيها صديقنا ده. بقول له طب انت عطيت الجرعه دي ازاي؟ قال لي شفت والله قناه على اليوتيوب وواحد بيقول اعطي الجرعه بالطريقه دي، فهو عطى زي ما الراجل قال له فالحمام مات. كان عنده جوز زاجل، تقريبا جوز زاجل كويس يعني، فاعطاهم ربع قرص بندكس، قسم القرص على اربعه واعطى الفرد لمده 3 ايام. من فضلك اعمل لايك لان الفيديو ده مهم جدا جدا. صاحبنا ده عطى 3 ايام ربع قرص في الفم مباشره. طيب ايه الغلط في كده؟ الغلط في كده ان هو عطى ربع قرص في الفم مباشره، الربع قرص كتير. هتقول لي مش كتير؟ هنقولها مع بعض. احنا بنعطي القرص على لتر الميه. طيب انت هتقول لي طب ما هو ليه قرص على لتر الميه؟ طيب يا عم الحاج، ما هو القرص على لتر الميه مش بيشربه اربع حمامات. لتر الميه مش بيشربه اربع حمامات، انت لو جيت تشوف هتلاقي الفرد الحمام بيشرب له حوالي 20 سنتي، فيه فرد صغير في الحجم بيشرب 10 سنتي. طبعا لازم تكون معطش الحمام الاول عشان قبل ما تاتي في الميه وتبوش القرص او تدقه قرص البندكس، لان هي طبعا بياخد وقت شويه في الميه، تبوشه او تدقه علشان ان هو يدوب في الميه، وتكون الحمام عطشان فهيشرب الحمام. في الحمامه هتشرب لها ايه؟ 20 سنتي، 30 سنتي، 40 سنتي. انت عارف لو الحمامه شربت 40 سنتي يبقى يعمل كام؟ هيعمل 40 سنتي اللتر هيسقي 25 حمامه، لو 20 سنتي يبقى هتسقي 50 حمامه. يبقى انت ازاي هتعطي القرص ده نفس الكورس الاربع حمامات تقسمه على اربعه؟ طبعا مستحيل طبعا. يبقى انت كده بتموت الحمام فعلا، انت كده اللي موت الحمام لما اعطيت قسمت القرص اربع ارباع واعطيت كل حمامه ربع وثلاث ايام. طيب مش مشكله ثلاث ايام، مع ان في ناس بتاعت اقل من كده. اتي في الميه زي ما قلت لك، عايز تاتي في الفم مباشره دوبه في الميه واسقيه بسرنجه، اسقيها 20، اسقيها 40، مش مشكله كل ده، لكن اسقي 50 حتى شوف ازاي. لو سقيته 50 سنتي يبقى اللتر هيكفي 20 حمامه، مش اربع حمامات. ده 50 سنتي مفيش، استحاله حمامه هتشرب ال 50 سنتي الا لو كان حمام كده مثلا معاه زغاليل زي كده، مثلا حط هنا اربع زغاليل فبيشرب ويرجع يروح يزقق ولاده ويرجع يشرب تاني ويزقق ولاده وهكذا. لكن 20 سنتي لو انت هتسقي في الفم مباشره املى السرنجه واسقي في الفم مباشره، لكن ما تعطيش القرص ان كان بندكس او فلاجيل اقراص. انا يا جماعه ما بستخدمش حتى الفلاجيل الاقراص. طيب ليه انا ما بستخدمش برضو الفلاجيل الاقراص؟ انا لو جيت تسالني اقول لك لا انا ما بستخدمش فلاجيل اقراص، انا بستخدم الفلاجيل شراب. ولو هتستخدم عايز تستخدمه في الفم مباشره، استخدم نص سنتي للزغاليل، نص سنتي للزغاليل من عمر اليوم الثامن والتاسع والعاشر، اقل من كده ما تاتيش للزغاليل. تمام، يبقى نص سنتي للزغلول وسنتي للفرد الكبير، ثلاث ايام مش اكتر، لان الزغلول كتره بيضر. وما تقوليش اقراص، ما تسالنيش على الاقراص تاني، انا ما بستخدمش الاقراص، لان الاقراص دي للكبار، وطبعا الانسان الكبير هيكون وزنه مش اقل من 60 كيلو مثلا، من 60 قول بقى شوف بقى ال 100 120 وهكذا. الحمامه هتوزن ايه؟ الحمامه اللي بتوزن نص كيلو عايز تعطيها زي الانسان الكبير او ربعه حتى ولا نصه؟ لا لا، في ناس بتستخدم الفلاجيل بيعطي نص قرص وربع قرص وهكذا. لا لما تستخدمش الاقراص خالص، استخدمه شراب نص سنتي للزغلول وسنتي للكبير. كده اتفقنا. طيب هقول لك برضو على نوع اللي هو
للديدان اللي انا بستخدمه، هوري لك كده ازازته. طبعا هو ده من فازول اللي انا قلت لك عليه 2 سنتي على اللتر. ده ميزته يا جماعه اللي انا ماشي عليه دلوقتي، ان هو غير ان هو بيخلصك من الديدان اللي في الحمام والاي لجميع الحيوانات يعني، لكن في ميزه تانية مهمه جدا ان هو معاه رفع مناعه. ده رفع مناعه يا جماعه 2 سنتي على اللتر، وتتكرر بعد اسبوع ل 10 ايام. خلاص يبقى هنقول مثلا بتكرر بعد اسبوع. البندكس ده، البندكس اللي انا كنت بستخدمه بس ما استخدمتوش ابدا في الفم مباشره، زي ما قلت لك قرص واحد بستخدمه، قرص واحد على لتر الميه مش اكتر من كده. لكن هتقول لي في الفم وربع قرص والكلام ده، لا لا ما تحطوش في الفم، ما تستخدموش في الفم ابدا. هنشوف ايه حكايه القص ده. القص ده مطلع زغليل، مش فاهم انا ايه ده. ده ايه ده؟ ده القص ده مش فاهم انا ايه ده. القص ده مطلع زغليل والذكر هو اللي بياكل النتايه. سايب الزغليل ده اول مره يشتغلهم، سايب الزغلول بتاعهم وبياكل النتايه. ايه ده؟ ده الشيء الغريب اللي اول مره نشوفه يعني. رجع تاني اكل النتايه. طب يا عم ما تروح تاكل الزغلول بتاعك، في ايه؟ تعال نشوف الزغلول كده اكل ولا مش اكل. ما شاء الله اكل، لكن هو طبعا زغلول قليل عليهم، فهو عايز ياكل حاجه. الزغلول شبعان فبياكل النتايه بدل ما يعني بياكل النتايه بدل ما ياكل زغليل فبياكل النتايه. نشوف له، نحاول نشوف له زغلول كمان او اتنين كده نحطهم له عشان برضو ايه يتشغلوا فيهم، عشان ما يتزوجوش ويسيبوا البيض تكون المشكله دي. فنحط له كمان زغلول او زغلولين برضو يتشغلوا بهم في تاكلهم يعني. زي ما هتلاقيني هنا حاطط لي دول اربعهم، بسم الله ما شاء الله، هم اللي مربينهم وباكلوهم. وحتى في زغلول اهو جاي ياكل من الاكاله، بيحاول يعتمد على نفسه وهم عمرهم صغير. اظن ان هم بقوا على وشك ان هم يحصهم النتايه فوق اهو في الطاجن اللي فوق ده، هي فيها رف او فيها رف داخلي يعني، فالنتايه برضو واقفه على الرف اهو تقريبا يعني بتحضر لبيض. طيب بكده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده اللي هو ممنوع ان انت تعمل الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي. كده انت بتموت حمامك، بلاش تموت حمامك، وان انت تعطي الاقراص دي في الفم مباشره، حطها في الميه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.